من على بعد حوالي 25 متر، ممتازة ورائعة، تسديدة قوية. الهدف الأول، والهدف الأول لصالح فريق اتحاد العاصمة عن طريق بليلي بمخالفة مباشرة يفتتح باب التسجيل. بقوة اخترقت الجدار الدفاعي. هيا كرة أخرى لصالح الاتحاد، دائرية وجميلة وممتازة والرأسية. ماذا يقول الحكم في ضربة جزاء؟ في ضربة جزاء لاتحاد العاصمة. ضربات الجزاء لا فهم بوعزة، فهم بوعزة. الهدف الثاني، والهدف الثاني من فهم بوعزة في الدقيقة 22 لاتحاد العاصمة. الأنصار من هناك على السطوح، هيا كما تصلكم أيها السادة والسيدات هذه الصورة. عكسة لصالح بولحيا أمين، بولحيا أمين طلبها كواكو، طلبها كواكو، جميلة وممتازة. وضعت هذه الكرة في الجولة الختامية للرابطة الأولى لكرة القدم. هيا بايتاش 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 أمام الأخضر، التوزيع ممتازة. الهدف الثالث، والهدف الثالث لصالح فريق اتحاد العاصمة من حمزة كدري في الدقيقة الأخيرة من المرحلة الأولى، تابع بامتياز حمزة كدري. في الوسط الكرة دائما ثنائية، كاكو كاكو. الهدف الأول، والهدف الأول لصالح فريق جمعية أولمبي شلف في الدقيقة 72، ويعلن الحكم محمد بيش